وجعل بينكم مودة ورحمة. أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحببت اليوم أن أبتدي حلقتي بهذه الآية الكريمة لعلني أستطيع أن أذيب جمر قلوب العديد من المتزوجين اللي خيبت أمالهم الحياة وأدخلتهم بصراعات داخل القفص الذهبي اللي ظنوا أن الحياة بدها تكون وردية مع شريك أحلامهم أنه بدها تتحقق. جميل جدا الاتكاء على سند بيحمينا من الحياة، والجميل أكثر أنه نلاقي أنفسنا من يقاسمنا الفرح والحزن وأنه نكون مرآة للآخر. فكيف الحال إن كان شريك العمر اللي اختاره القلب قبل العقل هو يلي بده يلعب هيدي الأدوار بحياتنا؟ مين منا ما بحب يعيش أسطورة روميو وجولييت وقيس وليلى وعنتر وعبلة؟ كلها روايات خلدتها الأزمنة، ولكن لليوم ما زالت عايشة داخل كل صبية رواية بتحب تغامر فيها وتكون هي بطلتها. ولكن لما نجي للواقع منلاقي أن الأمور غير كليا، منلاقي صراعات وخلافات وبينسى كل واحد فيهم العشرة والمحبة. لذلك بآياته الكريمة ذكر قوله تعالى المودة والرحمة، فالرأب بالآخر هو مصدر لإرجاع الأمور لصوابها. الخلافات الزوجية عم تتفاقم وكل منهم بكيد الآخر، كل طرف عم بيزيد المزايدات على الآخر، ومنصير واقفين على باب مسدود. ننسى العشرة والمحبة والمودة والرحمة اللي وصى فيها ربنا، منبلش نسمع هالعبارات انت الغلطان، لا الحق عليك والحق عليكي، انت عملتي هيك وانا عملت هيك. منتساين ان اهم شيء بالحياة هو هالكائن الصغير طفلكم اللي انتو انجبتوه على الحياة بالكامل. ارادتكم عم بيسمع هالصراعات والاحتدام اللي بيناتكم عم بكتير والتشنجات. اخر الشيء لما يطلع هالطفل غير سوي بحياته، معقد نفسيا داخل مجتمع ما بيرحم، بيصير كل طرف بيوقع اللوم على الآخر. لذلك يا أحبائي الحياة الزوجية مش لعبة، هي مسؤولية تترتب على كل واحد من الطرفين، واللي شايف حاله مش قد هالمسؤولية ما يقدم على الزواج من الأساس، سواء كان رجل أو امرأة، بلا ما تشوف أولاد أصلا ليكونوا ضحية المجتمع. الحياة الزوجية هي أكثر الحياة ومصدر مهم لبناء مجتمع سليم. فالحياة الزوجية شعلة تقودها نار المحبة وتحملها يد المسؤولية، فهي علاقة مترابطة أبطالة المرأة والرجل. فالمرأة هي نبع الرومانسية والحنان، والرجل هو مصدر القوة والأمان. فإذا عشق الزوجين واحترامه وتفاهمه لبعض هو جذور البيت وعماده. لذلك قبل ما تكسر كل شيء بالخلافات، خلينا نرجع لعقولنا لضمائرنا، نسترجع الذكريات الحلوة اللي غمرت هالحياة الزوجية. وكمان الحياة صدقوني أقصر مما بنتوقع. خلينا نتقن فن الحوار مع شريك، لنعود إلى رجلنا ونستمع لصوت ضمائرنا. فالصراخ والعصبية ما بنلاقي فيها نفع، ما فيها ولا شيء مفيد. وبدي أقول لكم شيء، إنه الشجار والخلافات بين الزوجين تجربة مريرة، ولكن إذا تعلمنا كيف نعبر عن رأينا ونتوصل لنتائج مرضية للطرفين ونحترم وجهة نظر الآخر، هيدا النقاشات بدها تكون مفيدة. لذا من الضروري أنه يعمل الشريكين على حل الخلافات بين بعضهم لحتى تتحول دون التعايش بين الاثنين يعني، وذلك من أجل الاستمرارية والتقدم في الحياة. لنتعلم كيفية الاعتذار للآخر والمسامحة والانتباه أيضا للكلمات اللي بتصدر منكم. حب على كل طرف منكم لازم يتصاعد بالخلافات والشجار
وأن ننتبه إلى الكلمات ونختارها بعناية، ومن الأفضل أخذ الأمور بعض الأمور الوقت لنفكر فيها قبل رد الفعل، بعدين نخوض النقاش من خلال تقديم حجج ذكية عوضا عن استراب. ويستحسن بهذه الحالة التركيز على وصف المشاعر حتى يتمكن الطرف الآخر من فهمك بدل من مواصلة لومك على الأخطاء. هون بعد على سبيل المثال بدي أقول يمكن أن نقول للطرف الآخر أنا بحس بالوحدة عندما بس نشتغل بالرد على الهاتف، عوضا من أن نقول لماذا دائما بتشتغل بالتليفون. في ثلاث مشامل أساسية بيتناقش بشأن الأزواج، هي الأطفال، توزيع الأعمال المنزلية، إدارة الأموال، ومن الضروري الوعي بتأثير هذه المواضيع الشائكة على العلاقة بين الزوجين. كما أن التوصل لتفاهمات بشأن خلافات السابقة مهما كان موضوعها يمكن أنه يساعد الزوجين على استعداد النقاشات في هذه النقاشات المستقبل طبعا. ومن هنا وضع قواعد وحدود ما يسمح فيها لأي طرف يتجاوز يتجاوزها حتى تتم إرادة الخلافات بشكل صحيح وتجوز مع كل الاتفاق على تأجيل الحديث إلى أنه لا يفكر الطرف من الزوجين ونرجع نتحدث عن الحديث الثاني. ونرجع نكرر أن كل واحد فينا هو بطل قصته، هو المسؤول أول عن سعادته. مثل ما بنرسم بداية سعيدة لحياتنا ونجعل النهاية أجمل من البداية بأي شيء بنقدمه عليه يعني بين الزوجين، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منا ومعنا، وتبقى الأفراح عامرة بديارتهم بعيدا عن كل الخلافات أو الصراعات يلي بحياتهم. على أمل أن نلتقيكم بحلقة جديدة بموضوع جديد من برنامجنا شو مشكلتك معي أنا. انتظرونا كل يوم. شكرا. أكبر شيخ معالج ومتمكن في فك أصعب أنواع السحر السفلي، جلب الحبيب ورد المطلقة، جلب النصيب وفتح الرزق. النتائج مضمونة وسريعة، علاجات فعالة للعقم والأمراض المستعصية.